السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم قناة سوبر وان التعليمية. اليوم لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة التربية المدنية، دائما مع السنة الثانية ابتدائي. نبدأ على بركة الله بالتمرين الأول. التمرين الأول يقول: أضع الكلمة الصحيحة في المكان المناسب. الملوث، نحافظ، أغلق وأغلق، أبذر. ثم نعود إلى النص أو الكلمات. بعدما أغسل يدي نقاط الحنفية، أغلق جيد، أغلق الحنفية كي لا أبذر جيد، كي لا أبذر الماء. من واجبنا أن نقاط نحافظ عفوا على نظافة الطبيعة، أن نحافظ جيد، أن نحافظ على نظافة الطبيعة. وهنا تأتي من الماء نقاط أمراض خطيرة، تأتي من الماء الملوث أمراض خطيرة. نذهب إلى التمرين الثاني. التمرين الثاني يقول: ضع صاد وخاء، معناه صاد صحيحة وخاء خاطئة، أمام العبارة المناسبة. الماء الملوث يساوي صحة جيدة. الماء الملوث يعطينا صحة جيدة، خطأ. أشارك في حملات التشجير، صحيح. أساعد الأشخاص الآخرين في غرس الأشجار، هي تسمى حملات التشجير. لا أحافظ على المساحات الخضراء، لا أحافظ على المساحات الخضراء، لا خطأ، يجب أن نحافظ عليها. أحرق الأشجار وأقطع أغصانها، لا خطأ. حسن استعمال الماء سلوك حميد، حسن استعمال الماء سلوك حميد، صحيح. معناها اللي يستعمل الماء كل حاجة على حسب وش يحتاج، هذا سلوك مليح حميد. إذن إجابة صحيحة. التمرين الثالث يقول: أشطب العبارات الخاطئة. الشجرة صديقة الإنسان، من واجبي سقيها باستمرار، تحطيم أغصانها، سقيها بماء ملوث. معناها قالك شطب العبارات اللي خاطئة. الشجرة صديقة الإنسان، من واجبي سقيها باستمرار، نعم من واجبي سقيها باستمرار. من واجبي تحطيم أغصانها، لا خطأ، إذا نشطب على تحطيم أغصانها، تحطيم أغصانها. ثم سقيها بماء ملوث، نسقوها بماء ملوث باش تموت، باش تذبل، لا، إذا نشطب على سقيها بماء ملوث. التمرين الرابع يقول: نريد وضع لافتة حتى نحافظ على نظافة الحي، ساعدنا في كتابة هذه اللافتة. عندنا لافتة فارغة، بنكتبوها ونحطوها في الحي باش يحافظوا على نظافة الحي. وش نقول لهم؟ لا ترموا، لا ترموا الأوساخ، نكتب لا ترمي، لا ترمي الأوساخ، ضعها في القمامة. ضعها في القمامة. مثال، كل واحد ويحب يكتب وش يحب. الى هنا يكون خلاص معنا الفيديو تاعنا لينا اليوم. راهو كاين قناة ثانية فتحناها احتياطية، سمينا على بركة الله بمنوعة سوبر وان. ما تنساوش اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. خليكم الرابط اسفل هذا الفيديو. الى هنا
يكون خلاص معنا الفيديو تاعنا لنا اليوم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.